السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. مجلس الشيوخ يصوت على تفعيل الفقرة الثانية من المادة 50 من الدستور لتوقيف اعتقال والغد. حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي يطلق حملته التحسيسية حول التعديلات الدستورية المرتقبة بتنظيم استفتاء شعبي حولها. ملتقى بنواكشوط يبحث تكنولوجيا الاتصالات وآليات تطويرها بمشاركة عدد من الخبراء والفاعلين في مجال الاتصال. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. صوت أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني خلال اجتماع عقدوه بنواكشوط على قرار تفعيل الفقرة الأخيرة من المادة 50 من الدستور، والتي تنص على تعليق اعتقال أي عضو برلماني حينما تطلب غرفته ذلك. ودعا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إطلاق سراح عضو المجلس المعتقل منذ أيام محمد والغد، والذي أحيل للسجن بعد مثوله أمام وكيل الجمهورية بمحكمة روسا. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني يصوتون خلال اجتماع عقدوه بمقر المجلس في العاصمة نواكشوط على قرار تفعيل الفقرة الأخيرة من المادة 50 من الدستور، والتي تنص على تعليق اعتقال أي عضو برلماني حينما تطلب غرفته ذلك. ودعا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إطلاق سراح عضو المجلس محمد الغدة المعتقل منذ أيام، والذي أحيل للسجن بعد مثوله أمام وكيل الجمهورية بمحكمة روسو. نختار هذا الحدث السيد الرئيس نقبل الإجراءات القابلين اللي جاك يوفى عنا، ندور زميلنا هذا ينطلص كخطوة أولى الحل عن هذه المشكلة اللي هي بها اللي الدولة رمز وعايشة برمزيتها، ونعود كلنا في داره يشعر أنها ما هي خارقة، ونخارق اللي رقاج واحد في ستة الدولة ما تدخل. هذه دارك الرواية أخير توفى، أخير توفى في الحكمة خير اللي يوفيها عنه، وإحنا مالي نبقوها توفى عنا بها اللي شينا. وقد أصدرت النيابة العامة بيانا أكدت فيه أن عضو مجلس الشيوخ عن مقاطعة تفرغ زينة محمد والغد وجهت له تهم القتل والجرح خطأ والسياقة دون تأمين طبقا للمواد 95 و 296 من القانون الجنائي والأولى والرابعة من القانون المتعلق بإلزامية تأمين المركبات البرية ذات المحرك. وأضاف بيان النيابة العامة أن والغد أودع السجن المدني في انتظار تقديمه في أول جلسة للمحكمة المختصة طبقا للمادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية. وكان والغد قد نشر على صفحته على الفيسبوك أنه سيعوض كافة ضحايا حادث السير الذي تعرض له على طريق روسو طبقا للقانون والشرع، وسيتكفل بدراسة الأطفال الخمسة الذين توفيت والدتهم في حادث السير لمدة 10 سنوات. وأضاف والغد في تدوينته أنه لن يستغل النفوذ ولن يتخلى عن حصانته البرلمانية ولن يطلب الحرية المؤقتة. نظم في العاصمة نواكشوط ملتقى حول تكنولوجيا الاتصالات في إفريقيا من خلال التركيز على موريتانيا. الملتقى منظم من طرف شركة جلوبال تكنولوجي الفرنسية، وشارك فيه فاعلون في مجال الاتصالات، وقد بحث واقع الاتصالات وطرق تطويرها من أجل ولوج المواطن إليها بطريقة أكبر. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. ملتقى في نواكشوط يبحث طرق الأنشعة لتبادل التجارب والخبرات في مجال تكنولوجيا الاتصال والإنترنت، ويشخص الحلول المناسبة لتطوير وسائط الاتصال الحديثة في إفريقيا عموما وموريتانيا على وجه الخصوص، بهدف تمكين المواطنين من الولوج للمعلومات في مجالات مختلفة تجعل من تكنولوجيا الاتصالات أداة للتنمية ووسيلة لا غنى عنها في حياة المجتمعات والشعوب اليومية.
كيف المياه وكيف الكهرباء، إذن هي أهمية نظرا لعنها رافد كبير للتطوير الاقتصاد الموريتاني، ورافد كبير للولوج إلى المعلومات ولوج إلى التعليم وإلى الصحة وإلى حتى المركزية اللامركزية لليوم الدولة. الملتقى التشاوري في مجالات الاتصال يسعى إلى خلق شراكة والبحث عن فرص للاستثمار مع مختلف الفاعلين في مجال تطوير تكنولوجيا الإعلام والاتصال، كما يستعرض الآفاق والتحديات التي تواجه موريتانيا في مجال الاتصال في وقت يقول البعض إن البلاد بدأت تشهد تحسنا في ولوج خدمات الإنترنت. تحسن خدمة الإنترنت متوفرة عندها، إذن فيه طريقة ذكية للاستثمارات تدعمها الدولة ومؤطرة بالمراجعة اللي حدثت في 2013 للإطار القانوني، وهدفنا مواصلة هذا الحوار مع الفاعلين من أجل إنشائها. وكان البنك الدولي قد دعا في تقرير صادر عنه حول الحالة الاقتصادية لدول ساحل الإفريقي، دعا حكومات المنطقة إلى منح مزيد من الاهتمام والأولوية لقطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال، معتبرا أن منطقة الساحل الإفريقي لما تصل بعد للمستوى المطلوب في مجال الإعلام والاتصال. أعلن حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي عن بدء حملته الخاصة بالتحسيس بالتعديلات الدستورية المرتقبة إجراء استفتاء حولها منتصف شهر يوليو القادم. وقال رئيس الحزب جلول هميد أن الوئام شارك في الحوار الأخير ووقع وثيقته باسم المعارضة، وهو ما يجعله يكون في صدارة التحسيس بالتعديلات المرتقبة. لوسانا نمشي في الحملة، كيف تعرفوا احنا من الاحزاب اللي شاركوا في الحوار، واحنا هم اللي موقعينه باسم اللي ينقال المعارضه، معناها عنا وافقنا على ذي اليوم اللي ينطرح للشعب الموريتاني. اذا ما نقدوا نتوافقوا على الروايه ونوقعوها ورا ذاك التهاون، نعدلوا ذي اللي يقولوا نصارى مرش عليها، احنا ذاك ما هو فينا خالق الليل القدام ان شاء الله، وجايين بعد قاع المنخرطين في الحزب ورداك جاي للشعب الموريتاني يفهموا لماذا مشينا في هذا الإطار الجديد. كيف تعرفوا ذا اللي خلق؟ ما هو أول حوار يخلق في البلد؟ خلق حوار دكار وشاركنا فيه ونتائج تعرفوهم، وخلق ورداك حوار 2011 اللي احنا شاركنا فيه ونتائجهم اللي ذيك واضحة اللي نقول منها واحدة والله انتين. أول شيء بعد قال عدلنا ذي اللي ينقالوا اللجنة المستقلة للانتخابات. حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي دومو والعبد والجيد أن الحزب يسعى للتحسيس بالتعديلات الدستورية من أجل موريتانيا وليس من أجل مصلحة خاصة. وأضاف والعبد أن الوئام له خطه السياسي المختلف عن غيره من الأحزاب السياسية، وسيكون لجانه الخاصة بالحملة التحسيسية على ذلك. وسينعلن إلينا انفتحت هذه الحملة أن يا الله زاد احنا مولي نفسروا للناس الطريقة اللي يا الله نزرقوا بها من أجل موريتانيا ومن أجل ذاك الحوار، ولا هو من أجل شيراني ولا هو لعيون رئيس ولا للعيون حكومة، غير نقدوا احنا هي نتافقوا ونقد يجبرنا جماعة، ولا جاء خلقت جماعة وقط خلقت وتكلم حد من الوئام دوره تتفطنوا له، ما هو لا يحامر صاحب اللي بقر ولا صاحب اللي دبي ولا صاحب اللي قبي، احنا عندنا خط وكلامنا ويا الله نقوله، وهذا هو موجب لا نعود فاتحين وقال لا ندربوا عليه منظرك. هذه حملة تحسيسية وبداية ندور نشكلوا لجاننا، ندور نعرفوا أطورنا، ولأن حزب مولي ما فاتعت عنده تجربة في الحملات، ندور هون وعدلوا سيمينارات هون، دورين قالهم شنو الخط اللي يلا نقوله، وشنو هو إذا استفسرنا حد مولي عن شيء يلا نقوله له هو شنو، ما يرتجل حد منا مرد ولا يسوق على رئيسنا ولا يسوق على خطنا، يقال يعود مولي ماشي فيه طريقة واضحة. قال حزب المستقبل إن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبلت الطعن المقدمة إليها من طرف محمد والبربس بالنقد شكلا ورفضته أصلا، وهو ما اعتبره الطرف الآخر انتصارا له. وأكد الحزب خلال مؤتمر صحفي عقده في نواكشوط تمسكه بما سماه الشرعية والقرارات الصادرة عن القضاء الموريتاني.
ومعنا في الاستديو سالم فال والفالم عضو المكتب التنفيذي لحزب المستقبل. اهلا وسهلا. اهلا بكم. وسهلا. في البدايه، ما الذي يعني هذا الحكم الصادر عن الغرفه المدنيه والاجتماعيه بالمحكمه العليا؟ اهلا بكم وسهلا. اولا بعد قاع اختار الشرف بوجودي هنا في قناتكم المحترمه، ومن خلالكم ناكد هذا الحدث اللي هو اليوم، اللي القرار اللي عدلت المحكمه العليا هو شنو؟ هو تاكيد الحكم اللي قبل المحاكم السابقه، المحكمه الابتدائيه ومحكمه الاستئناف، وبالتالي اكدت المحكمه العليا وغرفتها المدنيه الاولى هذا القرار برفض على كل حال النقد اللي تقدم به محمد البربص على مستوى ذاك القرار اللي قبل فيه المكتب التنفيذي. وبالتالي اصبح اليوم مثلا المحكمه العليا هي اخر مراحل التقاضي. وبالتالي اليوم على كل حال حزب المستقبل كيما قلنا قراراته كان ساري المفعول به اللي اكدها القضاء الموريتاني اليوم الاساس المحكمه العليا بما انها اعلى مراحل التقاضي. المحكمه تصدر في كل مره حكما لصالح احد الطرفين المتنافسين، لا يعني ذلك ان الطرف الاخر قد يصدر حكم لصالحه لاحقا. لا 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 لا، هي مراحل التقاضي معروفه، مراحل التقاضي ثلاث مراحل. المحكمة الابتدائية هي صدرت حكم بإلزامية مثلا بتأكيد قرار المكتب التنفيذي القاضي بتعليق وتجمية عضوية محمد البربص إلى مؤتمر جديد. هذا القرار، هذا الحكم أكدته محكمة الاستئناف في غرفتها الثانية. وبالتالي إنين مشينا شهر التنفيذ عدلنا امر بالتنفيذ الجبري، عدلته المحكمه ياك نفذوا لي هذا الحكم، اطلب محمد تعليق هذا التنفيذ. فعلا المحكمه العليا وقفت التنفيذ الاساس انها تبتف طلب النقد اللي تقدم به محمد البربص، ولها السنه على كل حال قضيه امام المحكمه العليا، واليوم بتت نهائيا برفض نقد محمد البربص اللي تقدم به وتاكيد قرار المكتب التنفيذي القاضي على كل حال بتعليق وتجميد عضويته. إذن هل تؤكدون أن هذا الحكم هو حكم نهائي لصالح؟ على كل حال هذا يعتبر حكم نهائي منطوق، ذا هو الطاعن محمد البربص المطعون ضد أعضاء المكتب التنفيذي لحزب المستقبل. قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقد شكلا ورفضه أصلا، وهذا واضح، احكام القضاء واضحه. لا يبقى احتمال ان ياتي حكم لصالح ولا اي احتمال. المحكمه العليا هي اعلى مراحل التقاضي، وبالتالي احكامها احكام نهائيه، ما تلهم روايه ثانيه مطعون فيها خاط المحكمه العليا. وبالتالي نحن نعتبر، ومن هون من قناتكم المحترمه نوجه لجميع مناضلين حزب المستقبل والشعب الموريتاني اللي على كل حال تفاعل معنا في ظرفيتنا هذه الكامله ومناضلينا ومناصرينا، الا ان اليوم على كل حال محمد البربص وفوق ما تلاقي عنده علاقه بحزب المستقبل، واي تصرف عدله اليوم يعتبر انتحال صفه، وبالتالي لا مجال للكلام اليوم. ماذا عن مناصري هذا الطرف الاخر؟ ها؟ مناصري الطرف الاخر ما موقعهم من الحزب؟ انا يعني اللي حال مناصريه عندهم الحق يقولوا، انا بعد ما لا كلام اليوم عقب الحكم نهائيا. اليوم المحكمه قالت كلمتها الفصل، معناها انها احكام نهائيه لا مطعن فيها ولا تلهم مساومه للطعن به. ما الذي ادى لذلك؟ ادى لان هي المحكمه العليا، احنا سنظرك امام المحكمه وزياده امام المحكمه العليا، والمحكمه العليا اليوم قالت كلمتها الفصل وانتهى كل شيء. يعني هذا الحكم انتهى، مجالات الطعن انتهت. المحكمة العليا أعلى درجة من مراحل التقاضي، محكمة قانون، وكانت تتخرص الإجراءات القانونية. طيب وظهر لها لأن هذا قرار المكتب التنفيذي على كل حال يتطابق مع النصوص الداخلية للحزب، وبالتالي المحكمة طبقت القانون. طيب هذا على كل حال هو اللي كنا نتوخاه منها، والحمد لله على كل حال شهدت عدد من الأحزاب السياسية في الآونة الأخيرة صراعا وصل أروقة المحاكم والقضاء، لا يؤشر ذلك على أن الروابط بين أعضاء الحزب ليست متينة؟ على كل حال بالنسبة لنا احنا بعد نعتبر أن الحزب السياسي مؤسسة، هاي المؤسسة يحكمها ضوابط وقوانين معينة، وهذه القوانين تطبق على جميع افراد تلك المؤسسه الذكيه، وهذا هو اللي على كل حال
قمنا به من الوهلة الأولى لأن إن شاء الله لأن ذيك النصوص اللي تحكمنا نطبقها لروسنا. والأخ محمد من أحد أعضاء المكتب التنفيذي، على كل حال نظرا لتصرفاته اللي تنافي نصوص الحزب قرر بعد اجتماعات إدة معروفة، وأنتم قناتكم المحترمة فاتوا جاوها نفس الأحكام، اتصالات به واجتماعات مع المكتب التنفيذي وتوجيهه له. على كل حال وبعد اعترافاته هو أمام المكتب التنفيذي عدى القرارات اللي هي واضحة، وبالتالي صدرت المحكمة المحاكم كاملها أحكام ضده. هذه محكمة المحكمة الابتدائية رأيها أحكام حكمها، هذه محكمة الاستئناف، هذا اليوم قرار المحكمة العليا. ونختار ما اللي نقول لك ملاحظة، لأن الأخ محمد البربص تقدم بطلب استئجال الوقف جميع نشاطات أعضاء المكتب التنفيذي، وبالتالي ارتأت المحكمة آنذاك لأنها ترفض طلبه لأنه ما هو مؤسس. وهذا شو في رأيك؟ طيب واضح؟ نعم أعتذر منك سالم فهلو الفهلو عضو المكتب التنفيذي لحزب المستقبل، شكرا جزيلا. شكرا شكرا لكم. إلى الشأن الفلسطيني، حيث قالت اللجنة الإعلامية لإضراب الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال الصهيوني إن إدارة سجون الاحتلال لم تسمح بعد بسوى زيارة 39 أسيرا من أصل حوالي 1500 أسير. وأضافت اللجنة الإعلامية في بيان صادر عنها أن إدارة سجون الاحتلال تمنع زيارة أسماء محددة من الأسرى خصوصا قيادات الإضراب منهم. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. كشفت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة أن مصلحة سجون الاحتلال سمحت بزيارة 39 أسيرا مضربا فقط من أصل قرابة 1500 أسير بدأوا الإضراب قبل شهر. وأوضحت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن مصلحة سجون الاحتلال وضعت العديد من العراقيل أمام زيارة المحامين للأسرى المضربين منذ بداية الإضراب بالمنع القطعي من اللقاء مع الأسرى، وذلك خلافا لما أقر في الماضي كحقوق أساسية للأسرى والمضربين منهم. وأشارت إلى أن مؤسسات هيئة الأسرى ونادي الأسير كانت قد استصدرت بعد ذلك التاريخ قرارا من المحكمة العليا للاحتلال يتضمن تعهدا من إدارة سجون الاحتلال بالسماح للمحامين بزيارة الأسرى المضربين عن الطعام. وجاء القرار إثر التماس تقدمت به المؤسسات ضد استمرار إدارة سجون الاحتلال في منع وعرقلة زيارة المحامين. وبينت اللجنة الإعلامية أن العراقيل التي وضعتها إدارة مصلحة سجون الاحتلال رغم صدور ذلك القرار تمثلت بالمنع القطعي لزيارة أسماء محددة من الأسرى لا سيما قيادات الإضراب وطلب وكالات خطية للزيارة من عائلات الأسرى وعدم الرد على هواتف المحامين للتنسيق للزيارة وإنكار الموافقة على التنسيق عند وصول المحامي للسجن والنقل المستمر للأسرى بين السجون ما يستدعي تقديم طلبات متكررة في كل سجن ينتقل إليه الأسير علاوة على إعلان حالة الطوارئ عند دخول المحامي للسجن والمماطلة في إعطاء الموافقة على الزيارة. وهناك العديد من الحالات التي استدعت رفع عدة شكاوى والتماسات حتى الموافقة على الزيارة وتوقيع المحامي على تعهد بعدم تقديم أو تلقي أي معلومات من الأسير إضافة إلى تصوير الزيارة بالكاميرات والتشويش على سماعة الهاتف التي تستخدم في التواصل بين الأسير والمحامي خلال الزيارة وفرض تحديدات على نوعية وكمية الأوراق والأقلام التي يحملها المحامي. يذكر أن عدد الزيارة ورد استنادا لزيارة محامي مؤسسات هيئة الأسرى بواقع 13 زيارة ونادي الأسير بواقع 21 زيارة ومؤسسة الضمير بواقع 5 زيارات. تأهل فريق مدينة العيون عاصمة ولاية الحوض الغربي وفريق كيهيدي من ولاية غرغول إلى دور درجة أولى للمرة الأولى في تاريخهما. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الرياضة بالداخل واقعا صعبا نتيجة الغياب شبه التام للتجهيزات والبنى التحتية الرياضية. ومعنا في الاستديو سيد أحمد والبابا المدير الناشر لموقع زهرة سبور، أهلا وسهلا. أهلا بك حياك الله. تأهل فريق العيون وكهيدي لدوري درجة أولى للمرة الأولى، ما الذي يعني؟ شكرا جزيلا. تأهل فريق مركز من العيون للمرة الأولى في تاريخه، أما كهيدي فهو يعود إلى الدوري بعد معاناة استمرت سنتين خلال الفترة الماضية حيث كان في الدوري الممتاز ولكن سقط بفعل ضعف الأداء وتردي النتائج. العيون يعتبر يوم تاريخي في الحوض الغربي عموما وفي العيون خصوصا. هذا المركز فريق المركز أو نادي المركز يشكل
أهمية خاصة لدى سكانة العيون، هو أحد أقدم الأندية داخل الولاية، وهو أكثر الأندية شعبية داخل مدينة العيون، وهو النادي الوحيد الذي ناضل طيلة السنوات الماضية من أجل أن يصل إلى دوري الدرجة الأولى، ولكن كانت الظروف المادية، ضعف التكوين، ضعف البنية التحتية، وضعف حتى رؤية للكرة في الداخل تحول بينه وبين ذلك، ولكنه استطاع هذه السنة أن يعيد لملمة صفوفه وأن يحدث ما لم يكن يتوقعه أكثر المتفائلين. هل هذا التأهل نتيجة لتغير الظروف؟ تغير الظروف الإصرار، أنا أعتقد أن إصرارهم كان على التأهل أقوى من الظروف، حتى هم دخلوا بتشكيلة لا تعرف حتى اللعب على النجيل الخضراء، لذلك كانت لديهم معاناة كبيرة بحكم أن العيون والحوض الغربي عموما بل والشرق الموريتاني عموما لا توجد فيها أي نجيلة واحدة في ملاعب رملية، وملاعب لا يمكن حتى اللاعبين أن يلعبوا عليها بفعل الحجارة، لأن العيون كما تعلمين مدينة في الأساس مدينة صخرية ومدينة جبلية يمكن أن نقول، وكذلك أيضا هم مجموعة من اللاعبين لم يتدربوا في أكاديميات، بعضهم بالأمس رأينا بعضهم كان يحمل قميص مركز وهو طبيب في المستشفى، وبعضهم الآخر كان عامل نظافة وغيرهم من ذلك الأمور، لكنها كانت مجموعة متجانسة يجمع بينها حب المدينة التي تنتمي إليها والإصرار على إنجاز الشيء، وقد فعلا تم هذا الإنجاز. واجهوا عدة فرق قوية في الدوري، ولكن كان العامل الأساسي اللي اعتمدوا عليه هو براعة الحارس الذي تميز خلال التصفيات، لم يستقبل سوى هدفين فقط طيلة التصفيات الأخيرة في دور الدرجة الثانية، وكذلك كان هو تقريبا قائد الفريق أو دينامو المحرك للفريق في المباراة الأخيرة التي أهلته أمام مدينة ترعة، وهي فريق قوي وصاحب تجربة يلعب في العاصمة نواكشوط، كان يلعب في كأس رئيس الجمهورية، لديه بعض اللاعبين الذين يلعبون في عدة أندية وبعضهم لاعب حتى في الأكاديمية الوطنية، ولديهم احتكاك في مجمل الفرق قوية، ومع ذلك لم يستطيعوا بالأمس أن يقهروا كبرياء فريق مركز الذي كان مصرا على أن يحقق شيئا لمدينة العيون وقد حققه. أعتقد أنها رسالة تحمل أكثر من رسالة، الأولى أن الكرة في الداخل باتت حاضرة بالفعل بالمسار الكروي داخل البلد، اليوم لدينا فرق في نواديبو، لدينا فرق في الزولات، لدينا فرق في الترارزة، وهنالك أيضا الجورجل والحوض الغربي والعصابة التي كانت بالأمس في الدوري درجة أولى وسقطت منه، وبالتالي الكرة بدأت تنتقل من مركزتها داخل العاصمة نواكشوط إلى الولايات الداخلية وبدأ الإقبال عليها كبار. الرسالة الثانية هو أن نعم بعض الوسائل هذان الفريقان الصاعدان سيواجهان تنافس قوي في دوري درجة أولى، طبعا هي هل سيتحول الصعود إلى هبوط؟ هو كما يقال بأن الصعود إلى دوري درجة أولى صعب، ولكن الهبوط منه سريع، ممكن الهبوط من دور الدرجة الأولى من أسهل شيء، لأنه الأمر يحتاج إلى وسائل مادية، يحتاج إلى ترتيب حتى إلى إدارة يمكنها أن ترتب الأمور النادي المستقبل، نادي العيون الآن، نادي مركز الآن ينبغي أن يغير عقليته تماما، القضية لم تعد لدرجة ثانية ولم يعد اللعب في مناطق الرملية في مدينة العيون، ولا حتى الوضعية المادية لا يمكن أن تسير بالعقلية التي كانت تسير بها، وبحاجة الآن إلى أن ينتقل من نادي لشخص أو نادي لمجموعة من الشباب وفي أغلبهم الهواة إلى نادي يمتلك إدارة، يمتلك رؤية، يمتلك طموح، غادة ستطرح له مصاريف التنقل إلى نواذيبو، إلى الزويرات، إلى جورجل، إلى غيرهم من ولايات الوطن، ستطرح له تعويض اللاعبين، ستطرح له التزامات المدرب وشروط الاتحاد الموريتاني لكرة القدم في الدرجة الأولى، ستطرح له حتى اللاعبين الصغار الذين هم باتوا شرط في التشكيلة وفي الداخل، من النادر أن نجد اللاعب أو اللاعبين ينتمون إلى 2017 لديهم القدرة على خوض بحكم الدراسة وعدم الاهتمام بالكرة، وبالتالي هي عدة تحديات ستطرح النادي مركز، أعتقد أنه ينبغي أن يبدأ التفكير فيها من الآن. يعني هل تكون ربما مناسبة لبداية لأجل نستمر الشباب الشرق الموريتاني في لعب الكرة وفي ممارسة الكرة، ينبغي أن يستعيدوا أن يأخذوا زمام المبادرة من الآن، وأن يعرفوا أن دور الدرجة الأولى هو دور صعب جيد، دوري أضواء، دوري منافسة، دوري تحقيق نتائج، دوري حتى تحقيق عوائد مالية، ولكنه أيضا يحتاج إلى يعني هل تكون ربما البداية للالتفات نحو واقع الرياضة في الداخل؟ ينبغي أن تكون كذلك، ما شاهدناه بالأمس من تعلق الجماهير بهذا بالنادي مركز هو شيء خيالي، شعبية نادي مركز بالأمس أقوى شعبية يمكن أن نقول أن شاهدناها في الدوري الموريتاني طيلة السنوات الأخيرة، نساء، شباب، رجال من كل المستويات كانوا حاضرين وكانوا معزرين، بعضهم لا يعرف حتى اللاعبين، بعضهم لا يعرف مركز، ولكن بالنسبة لهم هذا نادي يمثل جهة معينة، يمثل
عمق معين ينتمون اليه، وبالتالي كان وهذا ايضا شاهدناه في كهيدي، لان فرق الداخل تتميز دائما بهذه النكهه الجماهيريه، وبالتالي ينبغي ان يكون الامر مدعاة للالتفات الى الرياضه في الداخل، ينبغي ان تتخذ الاجراءات من اجل تسريع بناء ملعب العيون ويشكل عدم بنائه الى هذه اللحظه رساله بالغه السوء للرياضيين في الداخل، وحتى ايضا رساله بالغه السوء عن اداء المنظومه التنفيذيه المكلفه بتسيير الملاعب داخل البلد، لانه من اسوء الملاعب حتى الان بحيث لم تبدا الاعمال فيه الا شهر او اثنين ثم انتهت. هناك ملاحظه اخرى، ان اغلب اللاعبين داخل المنتخب الاول وفي كل المنتخبات الوطنيه هم من العاصمتين واحدهما، لماذا برايك مركزيه الرياض؟ طيلة العقود الماضية كانت كرة القدم يمكن أن نقول أنها مقتصرة على العاصمة نواكشوط والعاصمة الاقتصادية نواذيبو، وتحديدا الفرق الخمس الأساسية الكونكورد أفس نواذيبو أفس تبرغ زين سميم الإقصر، ولكن هذه اللعبة بدأت تتغير خلال السنوات الأخيرة، هنالك بدأت كما قلت لك مشاركة نادي تشجع الآن من الأندية الصاعدة بعض لاعبيه في المنتخب الأول والمنتخب المحليين، وأعتقد أن ما شاهدنا بالأمس قد يؤشر إلى مرحلة تحول جديدة. سيد أحمد والبابا المدير الناشر لموقع زهرة سبور، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. مجلس الشيوخ يصوت على تفعيل الفقرة الثانية من المادة 50 من الدستور لتوقيف اعتقال والغدر. حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي يطلق حملته التحسيسية حول التعديلات الدستورية المرتقبة بتنظيم استفتاء شعبي حولها. ملتقى بنواكشوط يبحث تكنولوجيا الاتصالات وآليات تطويرها بمشاركة عدد من الخبراء والفاعلين في مجال الاتصال. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.